المنتخب الأولمبي واثق الخطى، تخطى نظيره الإماراتي في تجربته الودية. لوغوين رصد عودة المسلم للملاعب بعد غيابه الطويل بسبب الإصابة. ومنتخب الصالات يكتفي بالمركز الرابع في البطولة الخليجية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم مشاهدي عمان الرياضية بكل الخير في هذه الجمعة المباركة، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الرياضية، والبداية مع منتخبنا الأولمبي الذي تخطى نظيره الإماراتي وبثلاثية مقابل هدف وحيد في التجربة الودية التي جاءت استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا ودورة الألعاب الأولمبية. بعيدا عن أي نتائج وبعيدا عن أي إخفاق تعرضت له الكرة المحلية في الآونة الأخيرة، سواء خليجيا أم قاريا، عاد المنتخب الأولمبي إلى التألق من جديد ليبعث بالأمل للوسط الرياضي، فقد قدم مستويات متميزة في فترة إعداده لخوض التصفيات الأسيوية الأولمبية المؤهلة لنهائيات 2016 بقطر، وهذه المرة أسقط جاره المنتخب الإماراتي الشقيق بثلاثية مقابل هدف وحيد في مباراة ودية وصفها الجميع بالسرية، حيث أقيمت في استاد اتحاد كلبة بالإمارات بعيدا عن أضواء الإعلام. جهود المدير الفني الوطني حمد العزاني بدت واضحة بدليل النتائج الجيدة التي تحققت منذ توليه الإشراف على الأحمر الأولمبي، كما كان لصدى أداء الأحمر أثرا كبيرا في نفس المدير الفني للمنتخب الوطني الأول الفرنسي بول لوغوين الذي راقب عن كثب في الآونة الأخيرة الأسماء التي سطعت تحت قيادة العزاني تمهيدا لضمها للأول، على أمل أن تسهم في استعادة هيبة الكرة العمانية التي لم يحالفها التوفيق في تحقيق إنجاز يضاف إلى الخزينة الرياضية الكروية في السلطنة منذ التتويج بلقب خليجي 19. المنتخب الأولمبي يخوض التصفيات الأسيوية لحساب المجموعة الأولى والتي تستضيفها السلطنة، وتنطلق منافساتها يوم 23 من الشهر الجاري بجانب المنتخب العراقي والبحريني واللبناني والمنتخب المالديفي، وسوف تكون افتتاحية أحمرنا بلقاء الأولمبي البحريني الذي خسر وديته أمام المنتخب الأولمبي الأردني بهدف مقابل هدفين في المنامة، أي أن منتخبنا سيستفيد أيضا من عاملي الأرض والجمهور لدعم طموحاته التي لا تعرف حدود التوقف بقيادة وطنية نفخر بها. اطمأن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني على إصابة نجم خط الدفاع اللاعب محمد المسلمي، وذلك خلال مشاركته في آخر مباراة له مع ناديه فنجة في الجولة الماضية من دوري عمانتين للمحترفين، هذا وقد تعرض المسلمي للإصابة أثناء استعدادات المنتخب الوطني الأول لخوض غمار منافسات كأس أمم آسيا بأستراليا 2015 مطلع العام الحالي، وتعتبر عودة المسلمي مكسبا للمنتخب الوطني لما يمتاز به من خبرة طويلة. ومع رياضة الفروسية ومنافسات التقاط الأوتاد، حيث توجد خيالة مدرعات سلطان عمان بالمركز الأول في مسابقة الجائزة الكبرى الثالثة لالتقاط الأوتاد لهذا الموسم، واشتملت المسابقة على أربعة أشواط للفردي خصصت لالتقاط وتد بالرمح والتقاط وتد بالسيف بمشاركة 55 فارسا من مختلف وحدات الخيالة الحكومية، وقد رعى المسابقة فيصل بن محبوب الرئيسي مدير عام الخيالة السلطانية.
أحرز منتخبنا للصالات المركز الرابع في البطولة الثانية للمنتخبات الخليجية لكرة قدم الصالات والتي جرت منافساتها في البحرين. منتخبنا خسر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الإمارات بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة قدم فيها المنتخبان أداء جيدا، إلا أن التوفيق لم يحالف لاعبينا ليغيب عن منصة التتويج. كان هذا أبرز ما لدينا في الساحة المحلية، نشرتنا متواصلة وهذه المرة مع أهم الأخبار العالمية، ونبدأها بالعناوين. تألق ميسي يظلم تيفيز. الإصابة تنهي موسم بوجبا. وماسكيرانو الجندي المجهول في فوز برشلونة على السيتي. رغم تألق تيفيز وقيادته لفريق اليوفي في تخطي بروسيا دورتموند، إلا أن ذلك لم يشفع له ليكون محط أنظار عشاق المستديرة، فقد خطف مواطنه ميسي كالعادة الأضواء بعد الأداء والنتائج التي يقدمها هذا اللاعب الموهوب. أخبار غير سارة تلقاها نادي يوفنتوس بعد أن أشارت التقارير الطبية إلى غياب نجمه بول بوجبا عن الفريق حتى نهاية الموسم بداعي الإصابة، ويبدو أن الإصابات تتوالى بالنسبة للاعبين، وهكذا هي الكرة وهكذا هو المستطيل الأخضر. أظهرت التقارير الصحفية أن ماسكيرانو هو الجندي المجهول الذي قاد برشلونة للفوز على نظيره مانشستر سيتي في دور الأبطال، بعد أن أشار ماسكيرانو لحارس المرمى الألماني شتيغن إلى المكان الذي سيسدد فيه أغويرو ركلة الجزاء، والنتيجة كانت تشير حينها إلى تقدم برشلونة بهدف نظيف. وصلنا لختام نشرتنا مشاهدينا الأحبة، وقبل الختام أذكر بأبرز العناوين. المنتخب الأولمبي واثق الخطى، تخطى نظيره الإماراتي في تجربته الودية. لوغوين رصد عودة المستلم للملاعب بعد غيابه الطويل بسبب الإصابة. وتألق ميسي يظلم تيفيز. والإصابة تنهي موسم بوجبا. ختام النشرة، شكرا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل. إجازة سعيدة نتمناها لكم، في أمان الله.